محاصيل زراعية اسمها من حرفين رز. نجم أو كوكب نستدل به على الوقت؟ الشمس. من أدوات الفلاح؟ المنجل. حيوان يملك حاسة سمع قوية؟ البوم. أدوات لمسك الشعر؟ فص. إذن انتهى الوقت وخلي نشوف إجاباتك يا أستاذ عمار. جيت جابت لك أستاذ عمار 5 أسئلة سألت لك إياها وكانت إجاباتك تقريبا رائعة ودقيقة. أريد نشوف الإجابات إيش قد جابت درجات. السؤال الأول كان محاصيل زراعية اسمها من حرفين، قلت رز والرز صح. قد 30 درجة، ممتاز. السؤال الثاني، نجم أو كوكب نستدل به على الوقت، فقلت الشمس والشمس. برافو برافو، جابت لك 31 نقطة. السؤال الثالث كان من أدوات الفلاح، ايش قلت؟ منجل. المنجل، والمنجل أعطاك 29 نقطة. 92 نقطة الآن المجموع. خلينا نشوف باقي السؤالين. السؤال الرابع، هو حيوان يملك حاسة سمع قوية، ايش قلت؟ البوم. بوم صح. 28 نقطة إجاك على سؤالنا لهذا الحيوان. السؤال الخامس، 120 نقطة صارت. السؤال الخامس، أدوات لمسك الشعر، إيش قلت؟ قلت باس. بعدين صرت، لكن 120 نقطة يا أستاذ عمار، إيش طالبنا طلبة؟ يعني ما يجيبها عمار، عمار ما يجيب 80؟ إذا تفضل يا أستاذ عمار.